أعزائي المشاهدين، أهلا بكم على القناة الإلكترونية لوزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء. دائما في إطار تغطيتنا لفعاليات المنتدى الإفريقي الأول للسلامة الطرقية، يسعدني أن أستضيف ببلاطو القناة بالسيد بن ناصر بولعجول، الكاتب الدائم للجنة الوطنية للوقاية من حوادث السير. أهلا وسهلا بكم سيد بولعجول. أهلا وسهلا، شكرا على الدعوة. شكرا على قبول الدعوة. أولا سيد بولعجول، قربونا من تنظيم هذا المنتدى الأول من نوعه بإفريقيا وتنظيمه يعني في المغرب، ما هي القيمة المضافة التي سيأتي بها بالنسبة لجميع الدول المشاركة به؟ بالنسبة للمنتدى، هو فعلا فكرة جات بناء على اقتراح المملكة المغربية أثناء الاجتماع ديال لجنة الأمم المتحدة الخاصة بالتقييم النصف المرحلي لعقد العمل المتعلق بالسلامة الطرقية 2011-2020 التي تنظمت في برازيليا سنة 2015. ومنذ ذلك الحين ونحن في تنسيق مع الهيئات المعنية على المستوى الدولي، واتضح أنه منذ الإعلان عن هذه الفكرة يعني لاقت استحسانا ودعما كبيرا من كل المنظمات الدولية الوازنة في مجال السلامة الطرقية على المستوى العالمي. وهنا أخص بالذكر منظمة الصحة العالمية التي كانت ممثلة يعني سواء أثناء المرحلة الإعدادية لهذا المنتدى، ولكن كذلك أثناء الجلسة الافتتاحية ممثلة في المدير المكلف بالسلامة المرعية على مستوى منظمة الصحة العالمية. هناك كذلك الدعم والمساندة ديال البنك الدولي باعتباره أحد الداعمين الأساسيين والشركاء الأساسيين في تنظيم هذا المنتدى الإفريقي، واللي ربما يمكن نقوله حتى منتدى عالمي بحكم العدد ديال الدول المشاركة. وكذلك الدعم والمساندة للمنتدى الدولي للنقل لفورم انترناسيونال دو ترونسبور، وكذلك الفيدرالية الدولية للطرق، وحتى على المستوى المكونات المجتمع المدني هناك مساندة للائتلاف العالمي لجمعيات المجتمع المدني العاملة في مجال السلامة الطرقية. من طبيعة الحال على المستوى القطري والمستوى القاري، منذ الإعلان عن هذا المنتدى يعني كانت هناك مجموعة من الاتصالات، كان هناك مجموعة من يعني التسويق نوعا ما لهذا المنتدى في مختلف اللقاءات التي تمت على مستوى القارة في داكار وفي أكرا وفي أبوجا. فاليوم استطعنا أننا نوصل الحمد لله لواحد العدد ديال 46 دولة إفريقية اللي مشاركة في هذا المنتدى. وأعتقد باش وصلنا لهذا العدد هذا، ربما أقول وأكيد هذا أكيد، أننا نجني يعني المجهودات ديال صاحب الجلالة في مختلف الجولات ديالو اللي كان قام بها على مستوى القارة، أنه اليوم الحمد لله بلادنا تحظى بدعم وبثقة عالية على المستوى القاري وكذلك حتى على المستوى العالمي. واللي كيعكس هذا الاهتمام وهذا الاهتمام هو العدد ديال الدول المشاركه، كما قلت 75 دوله مشاركه فيها 46 دوله على مستوى القاره الافريقيه، عدد المشاركين 1200 يعني مشارك على مستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. واعتقد هذا المنتدى يثلج الصدر، واعتقد انه كل ناجح كان ناجحا بكل المقاييس في مختلف مراحله، وأهميته تتجلى كذلك في انتظارات هذا المنتدى وفي مخرجاته. على مستوى الانتظارات، من طبيعة الحال تم تصدر واحد المجموعة ديال الأهداف، أولها هو أنه كيفاش يمكننا احنا كدول إفريقية نتقاسموا ولا نستثمروا القواسم المشتركة على المستوى الثقافي، على المستوى الاجتماعي وعلى المستوى الاقتصادي، باش تكون واحد الدعامة أساسية لكي تكون التجارب الناجحه في بعض الدول الافريقيه ان تكون ناجحه كذلك في الدول الاخرى. واعتقد هذا معطى اللي هو جد جد مهم لابد من يعني الانتباه اليه، وبالتالي التجارب الناجحه على مستوى القاره هي موضوع تقاسم بين كل المشاركين في هذا المنتدى، وكذلك حتى الاستئناس بالتجارب الدوليه الناجحه من خلال المشاركه ديال مجموعه من الدول المتقدمه مثل السويد، مثل استراليا، مثل فرنسا، تقريبا كل الدول الاوروبيه هي مشاركه. هو منتدى بصيغه عالميه، هو بصيغه عالمي فعلا. وبالتالي اعتقد يعني ربما هاد الامور هذه كما قلت او هذا العدد كيعكس بجلاء الاهميه والثقه اللي كنحظى بها بلادنا على المستوى وماذا عن برنامج يعني هذه الدوره الاولى للمنتدى الافريقي للسلامه الطرقيه؟ البرنامج يعني يتضمن العديد من الجلسات ومهرجان كذلك للفيلم السينما. هو التصور ديال المنتدى يعني يختلف كليا عن مفهوم يعني ندوه. نعم. ندوه او يعني
حينما نقول منتدى أو مصطلح بالفرنسية فوروم دو سيكيورتي روتيير، يعني فيه واحد المجموعة ديال المكونات التي تختلف مع بعضها البعض ولكنها مكونة لبعضها البعض. فارتئينا أنه باش يكون عندنا واحد اللقاء ناجح على المستوى القاري واللي يمكننا نتصنطوا فيه لكل الشركاء المعنيين بالملف السلامة الطرقية على المستوى سواء على المستوى الوطني ولكن كذلك حتى على المستوى الدولي، لابد أن نلقى واحد الصيغة أو صيغ اللي كتعطي الفرصة لكل شريحة معينة وكل قطاع معين أنه يكون ممتن. فما كانش ما أحسن أنه يكون هالتصور اللي عندنا فيه جلسات علمية اللي فيه جانب اللي فيه ديال في الجانب العلمي ديال المنتدى اللي فيه جلسات علمية وجلسات علمية فيها جلسات خاصة بالوزراء، وأعتقد هذا كذلك من بين الأمور الجديدة في المنتديات الخاصة بمجال السلامة الطرق على مستوى القارة، حيث كانت هناك جوج ديال الجلسات الوزارية اللي شاركوا فيها 22 و 23 وزير على مستوى القارة، كذلك بدعم بعض الوزراء الأجانب خاصة من السويد ودولة البوسنة، وبالتالي أعطى هذه المشاركة ديال هذه الوزراء أعطى واحد الدعم قوي وبين بأنه اليوم السلامة الطرقية على مستوى القارة يعني تؤخذ بما أخذ جد، وبالتالي يعني ربما تحقيق الأهداف المسطرة فيما يخص عقد العمل ديال السلامة الطرقية وكذلك البرنامج الأممي الخاص بالتنمية المستدامة من أجل تحقيق واحد النسبة ديال الانخفاض ديال 50% في أفق 2020 كيبين بأنه اليوم الدول الإفريقية منخرطة في هذا المسار هذا. كذلك كان شق اللي هو متعلق بالخبراء والجلسات من طبيعة الحال هي متنوعة، عندنا مجموعة ديال منهز 15 الجلسة ديال الخبراء التقنيين في مختلف القطاعات اللي هي معنية بملف السلامة الطرقية. كان كذلك واحد المكون أساسي في إطار التصور هو اللي كيتوجه للمجتمع المدني، بحيث كان هناك جلسات ورشات خاصة بمكونات المجتمع المدني. لابد من تذكير في هذا الإطار هذا أنه كتحضر معنا واحد أكثر من 50 جمعية دولية بما فيها خاصة كل تقريبا كان فيها شي 5 ديال الجمعيات أجنبية ولكن الباقي ديال الجمعيات هي جمعيات إفريقية، وكذلك الجمعيات الوطنية عندنا 74 جمعية على المستوى الوطني اللي يعطينا الفرصة كذلك باش تشارك في هذا المنتدى وتقاسم التجارب ديالها وكذلك النجاحات ديالها والمكتسبات ديالها مع باقي مكونات المجتمع المدني على المستوى الإفريقي. وهناك كذلك شق آخر اللي هو متعلق بأفلام السلامة المرورية باش نشوفوا نتقاسموا كذلك التجارب، لأنه الجانب المرتبط بإنتاج أفلام السلامة المرورية في مختلف الأجناس ديالها كيطلب يعني أنه تكون أفكار إبداعية اللي هي مهمة على مستوى التصور على مستوى المقاربة، واش دراماتيكية واش تربوية واش ديداكتيكية، يعني إذن هاد الاستفادة إذن هاد المنتدى هاد المنتدى أو هاد المهرجان ديال الإفريقي للسلامة المرورية كذلك هو مهم ومهم جدا، وتوصلنا تقريبا بواحد 120 فيلم من ماشي غير من القارة الإفريقية ولكن تقريبا من مختلف دول العالم، واللي ربما هذا أعطانا واحد الفكرة أخرى اللي من غادي يكون بين المخرجات ديالو، لأنه مجرد ما علنا كذلك على هذا المهرجان مراكش لأفلام السلامة المرورية كان اهتمام تقريبا عندنا دابا واحد 45 دولة اللي مشاركة بالأفلام ديالها خلال هذا المهرجان، وبالتالي بغينا ربما من بين المخرج ديالو أنه كيفاش نوضعوا يكون واحد المهرجان ديال أفلام السلامة الطرقية اللي يكون قار واللي كيتعقد واحد دوري سنوي ربما إما سنوي أو كل سنتين إلى غير ذلك، ولكن الفكرة أعتقد مراكش بطبيعتها وبتاريخها وبجماليتها أعتقد هي يعني تستقطب يعني كل يعني المهتمين المعنيين بمختلف القطاعات بما في ذلك العاملين في مجال ديال السلامة الطرقية. وكان تصور يعني المرتكز الآخر أو المكون الآخر اللي هو يعني المعرض اللي يعطينا فيه فرصة من طبيعة الحال للفاعلين المؤسساتيين يعني الإدارات بمختلف التلوين ديالها، ولكن كذلك المهنيين الشركات اللي هي كتبيع عندها يعني كتشتغل في القطاع ديال القطاع معني بشكل أو بآخر بمجال ديال السلامة الطرقية سواء يعني شركات مثلا ديال البيع المنتوجات مثلا ديال أجهزة الرادار أجهزة المراقبة أو التشوير إلى غير ذلك، إذا كل الشركات اللي أو كدير التكوين كذلك في مجال السلامة المرورية إلى غير ذلك، وكذلك المكونات ديال المجتمع المدني اللي عطيناها حتى هي فرصة واحد المجموعة ديال الأروقة باش تقاسم التجربة ديالها. وأعتقد هذا التصور هو مندمج في حد ذاته وعطى واحد القيمة نوعية للتصور بشكل عام
وهو اللي ساهم اعتقد في النجاح ديال هذا المنتدى. يعني ربما التوصيات التي سوف يخرج بها هذا المنتدى يعني ستكون فاعله جدا في تخفيض نسب الحوادث والرفع من مستوى السلامه بالقاره. المخرجات ديال هذا المنتدى من طبيعه الحال هي من الاهميه بمكان، ولنا الشرف كمملكه مغربيه ان تكون بلادنا وان تكون كذلك مراكش منطلق ديال احداث اول مرصد افريقي خاص بالسلامه الطرقيه. وحاليا يعني الورشات هي تشتغل بشكل مستمر. انا شخصيا اثناء الاجتماع ديال ابوجا اللي كان في شهر يوليوز الف من هذه السنه، يعني تم احداث ثلاث لجان تقنيه، فيها لجنه تقنيه خاصه باعداد مخطط العمل للمرصد واللي كان المغرب عضو فيه، وكان احداث لجنه تقنيه خاصه بالحكمه ديال المرصد واللي كان المغرب عضو فيها، ولكن كذلك يترأس رفقة نيجيريا هذه اللجنة ديال الحكمة. وكانت اللجنة ديال القيادة اللي كانت رأسها كان شخصيا يعني بحضور كذلك باقي 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 باقي, باقي, باقي الأعضاء. واليوم يعني هذه اللجنة التقنية كلها أعطت يعني التقارير ديالها والإنتاجات ديالها، وحاليا نشتغل على الاتفاق مع الدول باقي الدول المشاركة باش نلقاو الصيغة النهائية ديال المرصد، على أساس أنه غدا إن شاء الله يوم الخميس 15 نوفمبر انه يكون الاعلان الرسمي على احداث المركز المرصد الافريقي للسلامه الطرقيه. سؤالنا ذلك، وماذا عن يعني نسب او معطيات السلامه الطرقيه ببلادنا؟ يعني هذا المنتدى هو مرتبط بالسلامه الطرقيه، ماذا يمكنكم يعني ان تعطونا كمعطيات بالنسبه للمغرب في هذا المغرب اليوم؟ نقول هذا ليست لاننا احنا في المغرب، أو لسنا فقط لأننا مغاربة، لأننا نحب هذا البلد. أعتقد المغرب وبشهادة الجميع وبشهادة المنظمات الدولية العاملة في مجال السلامة الطرقية على مستوى المقاربة، نتوفر على مقاربة علمية خاصة بمجال السلامة الطرقية، مقاربة مندمجة تدمج كل القطاعات، تأخذ بعين الاعتبار حتى التوصيات ديال المنظمات الدولية، خاصة منظمة الصحة العالمية، ويعني في المجال ديال السلامة الطرقية، المحاور المرتكزات الأساسية اللي هما خمسة، كل ما عنده علاقة بالتدبير ديال السلامة الطرقية على مستوى. الحمد لله في المغرب اليوم كاين هناك واحد التغيير هيكلي على مستوى المؤسسة من خلال إحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية، وفي نفس الوقت نتوفر على اللجنة بين وزارية الخاصة بالسلامة الطرقية. هذا مكسب لا يتوفر في كل البلدان، لا في كل البلدان. هناك كذلك نتوفر على استراتيجية وطنية مندمجة للسلامة الطرقية بالنسبة للعشرية المقبلة، واللي فيها كما قلت خمسة ديال المرتكزات: التدبير على أعلى مستوى، تدبير وتنسيق ديال السلامة الطرقية، الجانب المرتبط بالسلوك، الجانب المرتبط بالبنية التحتية، الجانب المرتبط بالعربة، الجانب المرتبط بالتكفل ضحايا حوادث السير. التقييم الأولي هو أنه في السنة الأولى ديال التنزيل ديال الاستراتيجية حققنا واحد الانخفاض تقريبا 2% فيما يخص عدد الوفيات، هذا معطى هو جد إيجابي. نحن نقول أنه بإمكاننا أن نحسن هذا الرقم إلى 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 أحسن من ذلك. المعطيات الأولية التي نتوفر عليها إلى 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 حدود العشرة أشهر الأولى من سنة 2018 عندنا انخفاض تقريبا 3.5% فيما يخص عدد الوفيات، وبالتالي هذا يدل على أننا نسير في الاتجاه الصحيح. وهناك مجموعة من الروافد لم يتم استثمارها بعد، وأنا لي اليقين أنه بمجرد إن شاء الله مثلا ما سوف يتم يعني الشروع في العمل بالأجهزة الرادار المحمولة أو بالأجهزة الرادار التي سوف يتم توزيعها على مصالح المراقبة خلال هذه السنة أو بداية السنة المقبلة، سوف يكون هناك كذلك وقع كبير وكبير جدا بطبيعة الحال، بالإضافة في إطار تكامل مع كل قطاعات الشركاء الآخرين. نعم، نتمنى لكم التوفيق ونتمنى السلامة لجميع مواطني المغاربة والأفارقة وجميع مواطني العالم. شكرا. شكرا على قبول الدعوة، وشكرا على كل هذه المعطيات التي قدمتموها لمشاهدينا. شكرا لكم أعزائي المشاهدين، شكرا على متابعتكم، وإلى لقاء قادم بحول الله.